في مؤتمر عقد في مدينة هرتزليا الإسرائيلية في أكتوبر من العام 2004 عن وضع اليهود في العالم، أبدت الوكالة اليهودية قلقها من تناقص أعداد اليهود الذين يهاجرون إلى إسرائيل وتناقص أعدادهم في العالم. ما هو تأثير تناقص أعداد اليهود المهاجرين إلى إسرائيل وتناقص أعداد اليهود في العالم على المشروع الصهيوني؟ ما قلته في البداية صحيح، أنه هناك تراجع في الهجرة إلى إسرائيل، وعندما كنت صغيرا كنا نتحدث عن الشتات اليهود، ولكن الآن يوجد شتات إسرائيلي، وهذا أيضا مدهش. كثيرون من الإسرائيليين يغادرون إسرائيل فقد سئموا من السياسة. أقلية بسيطة انضمت إلى جماعة مثلي في بريطانيا وأمريكا، أي الحركة اليهودية ضد الصهيونية ولتحقيق أهداف الفلسطينيين. أصبحنا قوة قوية لأننا انفصلنا عن تلك الحركة. ما الذي تشكلوه الآن؟ وهذا سؤال هام جدا. هل أصبحنا نسمع عن أصوات يهودية معارضة للحركة الصهيونية وللمشروع الصهيوني؟ هل أنتم مجرد أقلية لا تتمتعون بقوة حيث لا زال الآخرون أقوياء؟ أم أنكم أصبحتم تشكلوا تيار يمكن أن يكون له تأثيره السلبي على الحركة الصهيونية؟ أعتقد أننا أقلية لنا صوت عال ولنا أثر أيضا. أغلبية اليهود يخافون منا وليريدون مناقشتنا. الثقة الأيديولوجية في الصهيونية والتي هي قوية قبل 30 و40 سنة هي اليوم ضعيفة، وهذا موضوع هام في أوروبا الغربية وكذلك في أمريكا الشمالية. هذا هو الحال، فقدت الصهيونية ثقة قطعها الأيديولوجية. وأريد أن أنسب إلى مفكر ديني يهودي مارك أليس، هو أمريكي يستعمل الأخلاقيات اليهودية لتبرير الصهيونية. قال عن الجماعات اليهودية أنها حرب مدنية للضمير، أي أن كثيرين من اليهود لا يريدون الاعتراف بأن هناك جدل في أوساط العائلة اليهودية سوف يطفو على السطح قريبا في السنوات القريبة، الـ2 أو 3 سنوات القادمة. هذا سؤال مهم، بصفتك تعيش في مجتمع يهودي أيضا ومن عائلة يهودية، هل أصبح هناك نقاش داخل العائلات اليهودية حول المشروع الصهيوني وحول ما يرتكبه اليهود في إسرائيل ضد الفلسطينيين من أعمال وحشية على حسب وصفك؟ I have an elder brother. لي أخ أكبر لازال صهيونيا، وكل ما التقينا نتناقش كل مرة. هذا طبعا موجود في كل العائلات. لا أريد أن أبالغ قوتنا، نحن لازلنا أقلية ولكننا لنا صوت عال، وأعتقد أننا بدأنا نكسب النقاش. بالنسبة للرأي العام البريطاني مثلا، كان مؤيدا لإسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، أما اليوم فإن استفتاءات الرأي تشير إلى أغلبية كبيرة المرة تلو والمرة تطالب بالعدالة للفلسطينيين. الفلسطينيون الآن أصبحوا شعبا في وجهة نظر البريطانيين، وأصبح الشعب البريطاني بالرغم من الأخطاء في الصحافة يفهمون ما دور، وأنا أيضا ساعدت في عكس هذا التيار. لكن هناك في الغرب الآن في بريطانيا عمدة لندن يحاكم بتهمة أنه أهان صحفي يهودي. أنت كتبت عن الأساطير المؤسسة لإسرائيل أو للصهيونية ولم تحاكم ربما لأنك يهودي، لكن جارودي في فرنسا حكموه على هذا، وكل شخص الآن يتكلم بأشياء معادية سواء للصهيونية أو اليهودية حيث أصبحوا يمزجون بينهما، يتعرض للمحاكمة أو للانتقاد. أما يعني ذلك أن الحركة الصهيونية لازالت قوية هنا في الغرب ولازالت تمنع أي عملية نقد تتم للصهيونية حتى وليس اليهودية؟ Yeah, in a way, this is
the last stance of the هذه هذا اخر موقف لهم على ساحه المعركه. يتحولون ضد عمده لندن بانه ضد يهودي ويسمونني بانني اكره اليهود، وهذا يؤكد انهم وصلوا الى نهايه المطاف ولم يعد لديهم حجج فصاروا يشتموننا. الحقيقه ان ليفينغستون لم يدخل محكمه ولا زال عميد بلديه لندن. في بريطانيا هناك هجوم ولكنه هجوم ضعيف يؤكد فكريا وعقائديا على ضعف خصومنا. معنى ذلك أنك تعتبر الحركة الصهيونية الآن في مراحل ضعفها الأخيرة، ولذلك فهي تحاول أن تنهش كل من يقترب منها؟ نعم هذا صحيح. لا زالت طبعا قوية عسكريا بسبب تأييد الولايات المتحدة، ولكن عقائديا إنها أضعف بكثير في العالم. قبل يومين فيلسوف صهيوني غير يهودي في نيويورك كان يتحدث، كان يكتب في الفاينانشال تايمز وهي جريدة مرموقة في لندن، وانتقد إسرائيل وقال نقاطا أنا أرددها هنا، وهذا وقال إن إسرائيل لا يمكن أن تستمر كما فعلت وعليها أن تعترف بالمطالب العادلة للفلسطينيين. هذا تطور عظيم، كان في الماضي هذا لا يمكن أن يحدث قبل 30 أو 40 سنة. هناك دراسات كثيرة، لكن كتاب إسرائيليين منهم مارتن فان كريفد أستاذ الدراسات العسكرية في الجامعة العبرية في تل أبيب في إسرائيل قال إن كل ما يمكن أن تقوم به إسرائيل إلا أنها سوف تتفكك. أيضا حينما أصيب شارون بالجلطة في يناير الماضي، وزير الخارجية البريطاني جاك سترو آنذاك قال في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية بثته في 7 يناير إن إسرائيل تواجه مستقبلا مجهولا على المدى القصير. هل تعتقد أن إسرائيل بعد نهاية جيل المؤسسين، لا سيما شارون، ولم يعد هناك من جيل المؤسسين إلا يعني أعداد قليلة ليس لهم القوة التي كان بها شارون، هل تعتقد أن نهاية جيل المؤسسين يعني أن إسرائيل دخلت في مرحلة جديدة أو أن مستقبلها مهدد كما قال سترو؟ أعتقد أن جيل الرواد انتهى، لدينا جيل من السياسيين. أنا طبعا استأت لما قاله عمير بيرتس لأنه يهودي من المغرب وكان يصف نفسه في الماضي بيهودي عربي، ومن حيث المبدأ كانوا هؤلاء الناس اليهود من الدول العربية كان يمكنهم أن يلعبوا دورا تقدميا أكثر، ولكنه رغم أنه أشار أنه سيلعب دورا تقدميا فلأنه لم يفعل. البعض يذكرونه بذلك، يذكرونه بما قال، لأنه سياسي يمكن أن يلعب دورا مختلفا، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن. وكما قلت هناك أقلية من السياسيين الجدد الذين يتفاعلون أكثر لحساسيات الفلسطينيين ومطالبهم. ما هي الفوارق التي تراها بين الجيل الحالي وجيل المؤسسين بالنسبة لفكرة المشروع الصهيوني والدفاع عنه؟ أولا فهموا بعد 50 سنة أن إسرائيل ليست دولة استيطانية، وأنهم يؤمنون بأحلامهم، وكانوا يؤمنون أن المستقبل سيكون مسالما ومستقرا، ولكنهم عرفوا الآن الحقيقة أن إسرائيل مجتمع عنيف عنفوي ضد الفلسطينيين وكذلك ضد الإسرائيليين الآخرين وضد الحرية، مبنية على مشروع استعماري. الصهيونية لم تعرف نفسها كمشروع استعماري، ولكن عندما تبدأ ذلك وبعضهم بدأوا ذلك فيجب أن يكون هناك إعادة تفكير، أي أن الفارق الكبير هو أن الحلم أصبح كابوس. نحن نعيش الآن الكابوس ويجب أن يكون هناك تغيير، مثل ما حصل في النظام العنصري في جنوب أفريقيا عندما وصلوا إلى نقطة حتى المتطرفين الأفريكانا أشعروا أنه لا يمكنهم الاستمرار ويجب التغيير. أشرت إلى الهجرة المعاكسة في إسرائيل، وهناك تقرير نشر في إبريل 2004 لوزارة الهجرة الإسرائيلية جاء فيه أن عدد اليهود السوفييت الذين هاجروا من إسرائيل إلى كندا وأوروبا والولايات المتحدة يزيد على 72 ألف يهودي، وأن الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية
ورجعوا إلى موسكو مرة أخرى يزيد على 90,000 يهودي. هذا كان إلى العام 2004. في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة التي كانت في مارس الماضي، لم يزد عدد المصوتين اليهود لأول مرة في تاريخ إسرائيل عن 62.3%، وهي أقل نسبة شاركت في الانتخابات. ما هي قراءتك لتدني نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل الإسرائيليين؟ Just to come back to the Soviet Jews first. Just أولا بالنسبة لليهود السوفيات، عندما بدأوا الهجرة من الاتحاد السوفيتي بعد انهياره، ما كانوا يريدون القدوم إلى إسرائيل ولكن إلى أمريكا. ولكن جورج بوش الأب اتفق مع شامير رئيس الوزراء السابق الليكود أن يوجههم إلى إسرائيل. معظم اليهود السوفيات ما كانوا يريدون الذهاب إلى إسرائيل، ولذلك لن أفاجأ عندما أسمع أنهم يفضلون الوجود في أمريكا. أنا أتفق معهم، أمريكا أفضل. ثم موضوع الانتخابات موضوع هام، الإقبال الضعيف يعكس المعنويات المتضعضعة. معظم الإسرائيليين لا يعرفون كيف يتعاملون مع الوضع، يخافون من الانتحاريين ويخافون من العنف، وكذلك لا يفهمون أو يغلقون عقولهم عن أسباب هذا العنف. إنه مجتمع متفكك. رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يهود أولمرت يقوم الآن بزيارة إلى الولايات المتحدة من أجل التباحث حول مشروعه للحل الأحادي وحول إقامة حدود دائمة لإسرائيل لأول مرة منذ العام 1948 حينما قامت إسرائيل على أنقاض فلسطين. ما هي دلالات ذلك؟ This trip of Olmert to George Bush is such a disgrace. هذه الرحلة لأولمرت إلى واشنطن هي رحلة عار لإعادة رسم الحدود. الجدار الأمني قالوا أنه ليمنع الانتحاريين، وكثيرون منا مثلي أنا قالوا أن إعادة رسم الحدود، مثلا لو عدنا إلى اتفاقية أوسلو، كان روح أوسلو يدور حول دولتين وحول الانسحاب من غزة والضفة الغربية أيضا. وقعت أوسلو في 93، وحتى سنة 2000 تضاعف عدد المستعمرات في الضفة الغربية والمستوطنين من 2000 إلى ومعظمهم يقولون أنهم يريدون البقاء في إسرائيل الكبرى على الجانب الفلسطيني. هذا عار كبير، لن يقبل أي زعيم فلسطيني هذا الأمر، وهذه العجرفة تؤكد على أن القادة الإسرائيليين غير مستعدين للاعتراف بأي عملية سلام جدية. لدي كثير من المشاهدين يريدون أن تكون لهم مداخلات، أرجو طرح الأسئلة بشكل مباشر. خالد محمد من فلسطين. خالد، هو مساء الخير. مساء الله بالخير يا سيد. المداخلة على خطنا. سؤالك تفضل يا خالد. أنا المداخلة اللي ممكن أقدمها. مش مداخلة، سؤال يا خالد. ليس هناك مجال للمداخلات، عفوا. سؤال تفضل. ممكن أسأل بس سؤال واحد لأخر. هل ممكن أن نعتبر إسرائيل، هل هي دولة أم هي، السؤال الذي ألقيه، هل هي دولة، هل ممكن أن نعتبر إسرائيل دولة أم مخيم لاجئين، أم هي تعتبر مأتم لمقتل 6 ملايين من اليهود، وبالتالي نسمي دولة إسرائيل في دولة المحرقة، لأن المحرقة هي التي تعطي شكرا لك القوة. أوكي تفضل. Well, that's a complicated question. هذا سؤال معقد. إنها دولة استعمارية. الشعب اليهودي الذي يعيش هناك يعتقد أن هذه دولة، وبعضهم أبناء وأحفاد الهولوكوست. هذا موضوع طبعا هام. كثيرون من الأحفاد، أحفاد ضحايا الهولوكوست يعيشون في إسرائيل، سوف يستخدمون الهولوكوست لوجود الدولة اليهودية، وهم على خطأ. لا يجب على الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن ما فعله الأوروبيون من جرائم ضد الإنسانية، والذين نجوا من الهولوكوست انتهوا في إسرائيل. هم طبعا ضحايا، ولكنهم أصبحوا الآن يرتكبون الجرائم ضد غيرهم. يمكن لإسرائيل التناقض أن تكون إسرائيل دولة لليهود وليس للفلسطينيين. أنا أصفها بالدولة الاستعمارية، مثل
روديسيا البيضاء والجزائر الفرنسية. الدولة اليهودية مبنية على العنصرية والصهيونية وستسقط. الأخ جمعان الجهني من السعودية. جمعان مرحبا أخ أحمد منصور. مرحبا يا أخي، تحياتي لك على هذا البرنامج. والله انا عندي مداخله بسيطه. انا لو سؤال لو سمحت، يعني ليس هناك مجال للمداخلات. تفضل تفضل. يعني انا لم تعد تفكر حاليا على الاقل في مشروع اسرائيل الكبرى، وذلك ناتج من مقاومه الاخوان في فلسطين، وبدات تفكر في مسلك غير المسلك العسكري، ولكم في فرنسا استعمارها للمغرب العربي مثال. سؤالي للضيف هو يقول لدينا جيل من السياسيين، اين هؤلاء السياسيين من المبادره العربيه؟ شكرا لك. You're asking me where the Arab Initiative is. That's a very good question. هذا سؤال وجيه. هناك مبادرة عربية هي انتخاب حماس، وهنا نرى النفاق في الغرب. يريدون نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، ثم تحدث انتخابات ولا تعجبهم النتائج. كاتب ألماني كان شيوعيا علق على هذا الأمر وقال إذا هؤلاء كان هؤلاء الديمقراطيون لا يحبون الديمقراطية فإنهم يريدون التخلص من الشعب لأنهم انتخبوا ممثلين ديمقراطيين لا يرغبون بهم. أحمد الشرقاوي من لندن، تفضل يا أخ أحمد. مرحبا أخ أحمد. مرحبا يا سيدي. سؤالك. سؤالي مباشرة، يعني سمعنا كثيرا عن جماعات اليهود ضد الصهيونية، جماعة ناتوري كارتا وغيرها، بعض المفكرين الكبار أمثال نوم تشومسكي. هؤلاء المجموعة التي تصف نفسها بأنهم يهود ضد الصهيونية، سؤالي مباشرة إلى السيد جون روس، هل فكرتم في اختبار ديمقراطية إسرائيل وطلبتم تأسيس حزب سياسي باسم يهود ضد الصهيونية في إسرائيل؟ هل فكرتم في خطوة عملية تتجاوز مجرد الموقف الأدبي اللغوي التعامل بشكل مع الإعلام، ونزلتم إلى أرض الواقع واختبرتم الديمقراطية؟ شكرا لك. سؤال هام. If I've understood your question correctly, you're asking about Jewish تسألني عن المعادين. السؤال هو أنتم الآن مجموعة كبيرة من اليهود المعادين للحركة الصهيونية، مثل نعوم تشومسكي، مثل جماعة ناتوري كارتا، مثل كثيرين. هل فكرتم، وهناك امتداد لكم في فلسطين في إسرائيل، هل فكرتم في تأسيس حزب، اختبار الديمقراطية الإسرائيلية بتأسيس حزب داخل إسرائيل ليهود معادين للصهيونية؟ أنا لا يمكننا أن أفعل ذلك لأنني أعيش في بريطانيا وتشومسكي في الولايات المتحدة. نعتمد على الإسرائيليين أن يفعلوا ذلك، ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد عدد كافي لإنشاء حزب سياسي كما تريد. ولكن هناك أشخاصا وأفرادا شجعان في إسرائيل، إيلان بابي في جامعة حيفا، ولكن لسوء الحظ للأسف لا يوجد فرصة لحزب سياسي. ذهبت أنت أكثر من مرة إلى إسرائيل، هل هناك تيار مثل يحمل نفس الأفكار التي تحملها أنت في داخل إسرائيل وله قوة، لا سيما وأنا وقعت على كثير من الدراسات التي تحمل نفس الأفكار التي تطرحها أنت الآن؟ هناك تيار سميته ما بعد الصهيونية. بعض الإسرائيليين يرون إلى ما هو أبعد من الهيكل الصهيوني أو الحلم الصهيوني، أي مجتمع جديد يعيش فيه العرب والإسرائيليون في معا. هناك مثل هذا التيار. أليس هذا حلما في ظل الذهنية الصهيونية اليهودية المليئة بالعنف والمليئة بالجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين؟ Yes, I do. I do think it's a dream. I think it's a tiny minority. أنا أعتقد أن هذا حلم. هناك أقلية. لنأخذ المقارنة مع جنوب أفريقيا. كانت هناك أقلية بيضاء ضد العنصرية، ولكن ما حدث هو أن حركة المقاومة فرضت التغيير على الأغلبية. سوف يغير الإسرائيليون رأيهم عندما تكون الضغوط من الدول العربية أكبر.
وبالتالي سيقررون إما أن يتركوا أو أن ينظموا مجتمعهم ويقبلون بالواقع أنهم في عالم عربي. اليهود عاشوا مع العرب لمئات السنين، ولماذا لا يعيشون كذلك في المستقبل؟ أنا أتفق معك، هذا يحتاج إلى كثير من الضغوط من خارج إسرائيل لتغيير العقلية الإسرائيلية. عبد الله مدقة من الجزائر، سؤالك أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك دكتور أحمد مصر؟ الحمد لله. سؤالك؟ أنا في أسئلة، أنا أسأل ضيفك العزيز. وطي التلفزيون واسأل صوتك. أسأل ضيفك العزيز، لماذا لا يريد قيام دولة صهيونية؟ وكم عدد اليهود الذين لا يريدون قيام دولة إسرائيلية؟ وشكرا. شكرا لك. هل أنتم تمثلون نسبة كبيرة الذين يرفضون الدولة الصهيونية والدولة الإسرائيلية الاستعمارية كما وصفتها؟ لا، نحن أقلية. الحركة اليهودية المعادية للصهيونية أقلية في كل أنحاء العالم لسوء الحظ، ولكننا ننمو.